بوم نحاش انا وسمي. لا تقول اربعة خلاص اللطف المقطع درينا احنا على الهواء. اربعة ثلاثة اثنين واحد. هذا المقاطع الاكثر تفاعلا طبعا. ولا مقطع فيكم صدق مرة ما في. والله لو كريستيانو معكم ما يجي الارقام هذه اللي يجي في خمس دقائق شوي. لا 60,000 يا الربع نوقف الوضع نوقف الفقرة ذي. احنا جايبينها عشان تظهرون مو عشان نوهم الناس. والله العظيم اقسم بالجلال لا نوم بدون ذا كله. ان الشباب ما شاء الله تبارك الله لهم تفاعل قوي في خصوصا على المنصات اللي تعرض مثل هذه التصاميم التيك توك كلها قويه يا اخي. خلوهم بس وجهوهم بدون ما تشتري ولا حط القناه. حط الرجال فلوس اللي انت بتدفع هذه حق التفاعل اعطوها المتسابق ثالث مدري ثاني ولا بصركم ولا استي. عاد مطير مو موجود جيبوا لنا ناس مو فيه. وش ذنب الربع؟ ابو مناحي ما عنده مقطع؟ ما فاز. عجيان ابو عبيد داق الترسيمه كذا ما فيه. هجل اقطع السالفه ذي كلها والعيال مو العيال صح. كم بقى مقطع؟ ما مقطع الاول بس ابو منصور كفو. والله تستاهل والله تستاهل الطيب بس لا تستاهل والله مو بصدق صدق. ما هو صدق اخذت الاول اهم شيء الاول. انا مسؤول الفقره صح؟ انا اللي يعني تلغى الفقره دي ولا فيها ولا نقاط. والله العظيم من الظلم جدا اللي قاعد يصير. لا من التفاعل ولا من شيء. بخشمان كم 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 النقاط دي؟ كم عليها؟ اعطني اياها اعطني اياها على خشم في بدون تحيز. بدون تحيز انت عرض لنا مقطع بس خلينا نشوفه. عرض المقاطع بس من باب المصداقيه يا اخوان. ما عندنا الا صدق عشان بس الجمهور ذا يقتنع. رحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عبد الرحمن بن خشمان الرشيد شاعر طال عمرك ومنشد بعض الأحياء وطابخ من يوم دخلت عيني على المضغوط وسواليف وقصص. أنا خوي الطيبين من الرجال روسن اليحان اللزوم أعدها ولا الردي ما لا على عرفي مجال أبواب عرفة كل يوم أسدها وجيه أقدرها على مر الليال وجيه لأبوها ولأبو جد. الابتسامة والكلمة الطيبة تأثيرها قوي على الإنسان. فأحيان تشوف صاحبك ولا صديق بعيد عن الأخوة، الأخوة له كل شيء، لكن الصاحب ولا القريب لما يكون متضايق وتجي وتسعده بكلام ولا تجبر خاطره والله انها عنده تسوى الدنيا وما فيها. صرت ودموع نذرها مطر ورعود وحاولت اخفيها وعيت لاخفيها على اللي غلاه بكل يوم معاي يزود مشاعر حياتي. اطول هذا اطول من نسختكم. الفيلم الحاله اطول من النسخه. اخوي حق لي اخوي حق لي ما يحق لي. طيب حطوا اخراج وبعدين مش حركه الكيبورد ما عاد في كيبورد طق 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 طاش ما طاش انت. حلوه يا الربع المقطع والله. اسمع ولا تعبوا على التصاميم بس حطوا اضاءه وحطوا صوره دين 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 حق طاش ما طاش. المشكله محمد عيسى يمنعه يقول حقوق. انفع انفع لو مره في حياتك خلني احبك. سم يقول ما فاز. ليه؟ محمد ما فاز. ما عندك ما قد ما شريت. يعني انت بن خشمان فاز على حاتم. بن خشمان فاز على حاتم. حاتم وش اللي يمنع؟ انا ابو خشمان ترى كنت ما تدري وش يصير هنا. شفت على طول بع خوي على طول. لا ما تدري. قلت له المقارنه ذي ابي اسوي رده فعل على طول قال ومنو حاتم؟ لا عرفان ما يفوز على سيف يا اخو. كلنا عيال 9 شهور يا اخوي. الحين انت سؤال. لا مو كلكم ترى بعضكم ممكن جاء في 8 شهور. انت ما تفوز على بداح الحين تقديم بداح. كلنا يا اخوي نقدم وكلنا بدون تحيز. ما في مفاهيم. ما ادري احس ما لها دخل. لا لا احنا جايين هنا صحيح. يا ربع لا تدفعوني بعد اذا يعني كلكم توقفون معه وانا خلونا سوا. يا حبيبي قطع ابليس بغينا نطلع فاصل.
الله يقطع خشمك. بغينا نطلع فاصل على خشم خشوم ما تستاهل مشكلة. وش عاد بقى معنا اتصال؟ ايه اعرضوا مع يستاهل عجيان. يستاهل ايه اللي طلبته انا نسيته حبيبي. عجيان كيف الحال؟ تعال اسرح هنا ابوي تعال. نوفلك البيده جاكم مسكوه خلوه لي يرجع خلاص ما عاد يبي. اسرع ابوي.